خسر عقلان يا فندم. اركبه، نفسي اركبه مره. الاسانسير عقلان يا سي رمضان، يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيد، ما تضحكش عليا ولا حاجه، امرنا لله. نطلع على السلم، ربنا ياخد اللي ببالي. نعم اخويا، مش قصدي عليك، انا مش قصدي عليك، انت ابن حلال، ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشويش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كده، كيلو متر. علي النعمة أنت مسكين. أي أيوة والله. الرد واستنى وسط الجمعية يا فندم. انت واقف فين في حالك؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الا وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز، ما اكلش رز ولا سمنه اموت من الجوع؟ سمينا عند حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشويش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز أي حاجة بقى في هذا معايا؟ لا اتكل أنت على الله. أي خدمة يا أخوي؟ اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامة. مالك في إيه؟ أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ مالك في إيه؟ زبون عايز يشتري لحمة بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمة بريال قال. أقل حاجة عندنا نص كيلو بتلاتة جنيه ونص. نص كيلو مين يا رب؟ احنا بنشتري اللحمة بتاعتنا بالجمعة، بنشتري بالعشرة كيلو بالاربعتاشر كيلو بلد، وفي العيد بربع جنيه. أي والله بربع جنيه. البريال لحمة قال ده بريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه، خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبصني ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوهم؟ بقول لك ايه؟ خلصنا، انا بعديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبصليش، قلنا للكلب.